معاكم بسام في الصحراء. انا من دهشور النهارده فبراير 2024. انا واقف قدام الهرم المفضل بالنسبه لي، الهرم المنحني للملك سنيفرو مؤسس الاسره الرابعه وابو الملك خوفو. لما تيجي تبص على هذا الهرم العبقري تجد ان ربما الاحجار ديت حاجه من الاثنين، يا اما تعرضت لرياح بنسب مختلفه، يا اما الاحجار ذات نفسها الكواليتي بتاعها والكفاءه بتاعتها مختلفه. والدليل على كده تعال بص هنا مثلا فوق، اكيد دي تعرضت لنفس الرياح لكن لم يحدث لها ما حدث هنا. هل ده علشان دي اتعرضت لرياح اكتر من اللي فوق؟ صعبة، لان الاتنين هيتعرضوا لنفس الرياح. اتنين، هل دي تكون اتعرضت لمية مثلا او فيضان ما ودول ما تعرضوش لان ديت موجودة تحت؟ برضه صعبة شوية، رغم ان دي برضه مش مستبعدة. لكن في الاخر خالص، هل الكواليتي بتاع هذا الحجر غير الكواليتي بتاع الحجر اللي فوق دوت؟ طب ما هي نفس الحكاية اهي، بصوا ده واضح انه نفس الكواليتي بتاع ده، طب هنا ليه ما اخدش هذا النوع من انواع عوامل التعرية ولا هذا النوع من انواع كده؟ احنا محتاجين جيولوجي يرد علينا في الفيديو ده ويقول لنا، احنا بنتكلم على حجر جيري هنا يا باشمهندس، قول لنا ليه ده حاصل. انا مش متخصص جيولوجيا لكن قول لنا ليه ده حاصل، ليه هنا هو واضحه جدا كانك في البحر، كانك في اسكندريه، كانك الاحجار بتاعت الاسكندريه واثار الاسكندريه فيها ده كتير قوي، كويس، وليه ده ما حصلش على طول فوقيه؟ حاجه عجيبه، محتاجين جيولوجي يرد علينا في الموضوع ده. نشكركم.